طيب هنا بعض الأسئلة الأخرى نواصل. تقول: ما حكم منع المرأة زوجها من التعدد بسبب غيرتها عليه؟ طبعا هذا السؤال هذا ربما يخصمنا مع النساء، هذا يبقى يقول لكم ما بقش تعيطوا لهذا الفقه. ما حكم منع المرأة زوجها من التعدد بسبب غيرتها عليه؟ ونرجو منكم تذكير النساء بأن التعدد شرع شرعه الله عز وجل، وأنه ليس بتعد كما تصفه بعض النساء هداهن الله. أنا لا أشك بأن الذي كتب هذا السؤال يعني امرأة يعني ابتليت بالتعدد، يعني هي التي كتبت هذا السؤال وتريد يعني توضيح هذا الأمر. على كل، قضية التعدد هي مسألة معروفة وهي مباحة في الشرع بنص الكتاب وبنص السنة واتباعا للسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة وجمهور العلماء. لا أحد يعني يحرم التعدد إلا ما كان من هؤلاء يعني المحدثين الذين لا قيمة لهم من حيث العلم الشرعي. إذن التعدد أولا هو جائز، قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن هذا فيه إذن، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وقال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. من العلماء من قال هذا على جهة الإخبار، ومنهم من قال يعني نفسه لأنه أكثر هذه الأمة نساء، فقد أبيح له الزواج بأكثر من أربع، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن التعدد إذا كان بضوابطه، وأعظم ضابط هو العدل، وهذا لا يكاد يحققه إلا الرجال حقيقة، ولا أقصد الذكور، الرجال هم الذين يحققون العدل. ولذلك إنما تنفر النسوة من التعدد، لأنهن يرين كثيرا ممن عدد فظلم المرأة الأولى. إذن احنا ما عندناش نماذج مشرقة يعني تكون محط الاقتداء والتأسي. كون كان هذا التعدد مزيان وكانوا الناس مثلا كيتزوجوا وكيبقوا متفاهمين، وهذاك الرجل كيبقى نيت عنده العدل وينفق على هذه وعلى هذه ويعدل في القسمة وفي المبيت وفي الإنفاق وفي الكسوة، فالتعدد غادي يولي عادي كما كان قبله. يعني هذا الشيء كان، بل أدركنا احنا غير مع جدودنا وكذا، كان هذا الشيء معروف وساري به العمل، ما كان شيء هذا الغزو الفكري الذي أثر على عقول المسلمين. وكان يعني اللي سولته الآن غير أجداد ديالكم غادي تلقاو هذا كان عنده هذا خوه شقيقه، هذا خوه من باه، هذا خوه من أمه، هذه أخته غير من أمه. هذا دليل على أن التعدد كان فاشي وكان منتشر وكان يعني لا يعيبه أحد. ولكن لما يعني غزونا الكفار واحتل الأخلاق ديالنا تغيرت، وقل هذا يعني الظلم وقل هذا التحيز للمرأة الثانية، حينئذ النساء بقوا كينفروا وتيقول لك لا راه حنا عندنا الغيره وما عندناش كذا كذا. الغيره كاينه عند النساء القدام، وعند هذا ام سلمة رضي الله عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت له، فاش خطبها بغى يتزوجها اعتذرت، قالت: اني امراه مصبيه واني غيرا، يعني اني امراه مصبيه يعني عندي الصبيان وانا غيرا، عندي الغيره كثيره. قالت: اما الصبيه فمني والي، يعني الصبيان بحالهم بحال وليداتي، وأما الغيرة فندعو الله فيذهبها، فندعو الله فيذهبها. إذن الغيرة كانت، وغيرة عائشة رضي الله عنها بلغت بها أن كسرت الإناء الذي أرسلت به يعني بعض أمهات المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم غارت أمكم. إذن الغيرة كانت، ولكن احنا اللي كنوصوا به كل من أقدم على هذا الأمر أو هم بالتعدد عليه أولا أن يراعي تقوى الله سبحانه وتعالى في العدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من لم يعدل بين نسائه بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، عياذا بالله، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني النص دياله طايح عليه، هكذا يأتي يوم القيامة مفضوحا على رؤوس الأشهاد. فإذا تزوج الرجل وكان أهلا للتعدد، لأن التعدد يعني تعتريه الأحكام الخمسة كما يقول العلماء، من الناس من يكون في حقه واجبا. كاين واحد الإنسان كتكون عنده المرأة الأولى مثلا يعني وصلت إلى حد لا تحصنه، إما لمرض أو لشيخوخة أو لشيء يعني استدعى نفرة الرجل منها،
فيريد أن يحبسها وأن يمسكها ولا يطلقها، ما بغاش يطلقها ما تضيع شيء، ولكن قال لها راه خصني نتزوج. فهذا قد يكون في حقه التعدد واجبا، لأنه يخشى على نفسه العنت، يخشى أن يقع في الحرام. وقد يكون في حقه مستحبا، قد يكون في حقه مستحبا إذا كانت المرأة لا تطيق يعني تلبية جميع رغباته، يعني راه هي باقية يعني مثلا تطيعه ولكن ربما لضعف فيها أو لعجز أو لتعب أو لانشغال أو كذا فلا تستطيع، فيستحب له أن يعدد. وقد يكون في حقه مباحا يستوي طرف الأمر، وقد يكون مكروها إذا كانت شخصيته ضعيفة، كتكون شخصية ديالو ضعيفة وكلمة تديه كلمة تجيبه، يعني غادي تزوج ديك الثانية وربما غادي تبان ليه في واحد الشكل ربما تكون صغر من هذيك ولا أجمل من هذيك ولا عندها شي مؤهلات ليست عند الأولى، فربما تسيطر عليه وتنسيه أولاده وتنسيه امرأته، فهذا يكون كذا. والقضية ديال التحريم ربما إذا كان سيظلمها ظلما كبيرا وربما يهجرها هجرا تاما فيذرها كالمعلق، فلا بد من مراعاة هذه الأمور ومراعاة هذه الحيثيات. نحن لا نريد أن نحرم ما أحل الله، ولكن أيضا بالمقابل لا نريد أن نفتح هذا الباب وأن يلجه من ليس أهلا له، لأن كاين الناس اللي كيتوسعوا كيوليو التعدد التعدد، كتولي شي مناطق معروفة بالتعدد، فتدي يقول لك هذاك دوار ديال التعدد، هذيك القبيلة ديال التعدد، وكيبقاو هذاك هو كلامهم، به تيفطروا به تيتغداو به تيتعشاو وكيذكروا جميع النصوص وجميع المرغبات وجميع كذا كذا، حتى يظن انه من له امرأة واحدة كأنه لم يتزوج، يعني كيبقاو بحال كي نقولوا بالدارجة بحال كيسخنوا الانسان، تيبقاو تيشجعوه تيقولوا ليه كذا وانت عندك غير امرأة واحدة ومالك كذا مالك ما تعدد ونتعاونوا معك في الوليمة ونديروا نديروا نديروا، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي ولا يجوز. وإنما الذي ينبغي هو أن يفقه المسلم حاله وحاجته وأن يعلم شخصيته واش هو عنده نتش قوة. إذا كانت المرأة كتغلبو حتى في شي أمور ديال الدنيا، إلا غير كتقول لي شري لي هذه واخا كيعرفها حرام وتحضر راسه كذا، فليعلم يقينا أنه سيصير ألعوبة في يد النساء، وهذه غادي تقول لي هكا وهذه تقول لي هكا، غادي يولي يضيع ليه دينه ويضيع ليه الدنيا، حتى قضية يعني الدنيا ما غاديش يفرح بها، لان الرجل ربما كيبغي يحقق واحد السعاده، فاذا كانت هذه السعاده غادي تبنى على التعاسه ديال البيت الاول فلا تتحقق السعاده، لان القلب واحد، هذا القلب واحد، غادي يقول لك لا هو الانسان بغى يتزوج وهذا راه شرع الله والمراه حرام عليها تمنعه، اي طيب حرام عليها تمنعه، ولكن الا عرفت بانه لا يستطيع اولا من الناحيه الاقتصاديه والماديه لا يستطيع ان يفتح بيتين، كتلقاه مثلا ضيق حتى المراه الاولى والعائله الاولى ما قادرش يتكافى معها، تتقول لي لا غير قضي الغرض وراه غادي يسر لك الله، هذا لا ينبغي. وانما الا كان ميسور وكان غادي يتزوج وعنده القدره باش يعدل، فحينئذ نقول له لا يستطيع احد ان يمنعك، والا فلينبغي ان يتحرى وان يعني يحسب للامر يعني حسابا يعني دقيقا. ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للرجال والنساء على حد سواء.